السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار من استديوهات قناة سهيل الفضائية، نبدأها بالعناوين. رئيس الجمهورية يبحث مع السفير الأمريكي مستجدات الأوضاع في اليمن وآفاق السلام. الربيعة 8 مليار دولار قدمتها السعودية للمتضررين من الحرب في اليمن وحمت 40,000 مكتبة في مصر. الوفد الحكومي يواصل جهود تطبيع الأوضاع في تعز وتفعيل مؤسسات الدولة. مرحبا بكم. بحث رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي مع السفير الأمريكي لدى بلادنا ماثيو تولر مستجدات الأوضاع في اليمن وآفاق السلام والفرص المتاحة، إضافة إلى جملة من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأعرب رئيس الجمهورية عن تقديره لجهود السفير الأمريكي المنطلقة من حرص الولايات المتحدة الأمريكية على أمن واستقرار اليمن وتجاوز التحديات والصعوبات المتراكمة جراء انقلاب الحوثي والمخلوع على الشرعية الدستورية وإجماع وتوافق الشعب اليمني. وقال رئيس الجمهورية إن السلام المرتكز على المرجعيات الثلاث هو خيارنا، وثمن مواقف المجتمع الدولي الداعمة لذلك. من جانبه أعرب السفير الأمريكي عن امتنانه للجهود الدؤوبة التي يبذلها الرئيس عبد الرب منصور هادي في سبيل تحقيق تطلعات السلام الذي يؤسس لبناء مستقبل آمن وعادل ومستقر. ترأس رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي اليوم اجتماعا لهيئة مستشاري بحضور نائبي رئيس الوزراء وزير الخارجية عبد الملك المخلافي ووزير الداخلية اللواء الركن حسين عرب. وفي الاجتماع وضع رئيس الجمهورية الجميع أمام نتائج زيارته للولايات المتحدة الأمريكية ومشاركته في أعمال الدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة ولقاءاته على هامشها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والأمين العام للأمم المتحدة أنطوني غوتيريش وغيرها من اللقاءات الهامة التي تصب في مصلحة البلد وخدمة الشعب اليمني الذي يعاني الكثير جراء تداعيات الحرب الظالمة التي فرضتها عليه القوى الانقلابية التابعة للحوثي والمخلوع. كما استعرض رئيس الجمهورية مجمل التطورات الميدانية على الساحة الوطنية بشقيها العسكري والمدني وتطبيع الخدمات والجهود المبذولة في هذا الإطار من قبل قيادات الدولة، ممثلة بنائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن الأحمر في إقليم سبأ، ورئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر في العاصمة المؤقتة عدن، ونائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية عبد العزيز جباري في محافظة تعز، وذلك على طريق تحرير المدن والمحافظات من درن القوى الانقلابية الغاشمة والمقيتة. كما استمع اللقاء إلى تقرير من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبد الملك المخلافي عن نشاط الوزارة، وتقرير من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية عن واقع الأوضاع الأمنية من حيث الكادر والبنى التحتية ووسائل العمل وتكامل العمل بين الأجهزة الأمنية المختلفة والجهود المبذولة في مكافحة الإرهاب والتطرف وأدوات الانقلاب بأوجهه وأشكاله المختلفة. أشاد نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح بجهود السلطة المحلية في محافظة حضرموت والمسؤولين في مديريات الساحل والوادي والصحراء بقيادة محافظ المحافظة، وأكد اهتمام القيادة السياسية بمحافظة حضرموت وبتوفير الخدمات الأساسية لأبناء المحافظة بما يؤسس لدولة اتحادية مكونة من 6 أقاليم ومنها إقليم حضرموت. جاء ذلك خلال اتصال بمحافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية 2 لواء الركن فارس سالمين البحسني للاطلاع على المستجدات والجهود التي تبذلها السلطة المحلية والوحدات العسكرية في تلبية متطلبات المواطنين وتأمينهم. وأكد نائب رئيس الجمهورية إن الشرعية مع كافة أبناء الشعب اليمني ماضون في استعادة الدولة اليمنية من ميليشيا الانقلاب التي مارست مختلف الانتهاكات
والجرائم بحق أبناء الشعب اليمني ونهبت موارده العامة والخاصة وثمن الدور الأخوي الكبير لدول التحالف العربي الداعم للشرعية وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والتضحيات الجسيمة والدماء الزكية التي سكبوها في تراب يمننا الطاهر. قال المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ إنه بصدد العمل على مقترح شامل يتضمن مبادرات إنسانية لإعادة بناء الثقة وكذلك خطوات لعودة الأطراف إلى طاولة المفاوضات. وأوضح ولد الشيخ في جلسة لمجلس الأمن الدولي اليوم حول اليمن إنه سيدخل في تفاصيل هذا المقترح مع الحكومة اليمنية وتحالف الحوثي والمخلوع الانقلابي بهدف التوصل إلى حل سياسي سلمي. وطالب ولد الشيخ مجلس الأمن الدولي باستخدام كل نفوذه السياسي والاقتصادي للضغط على الأطراف للالتزام بمسار السلام. وقال ولد الشيخ لابد أن تخرج الأطراف من خنادقها وتضع حدا للخطاب العدائي. وأشار إلى أن الشعب اليمني يعاني من كارثة إنسانية عارمة صنعها الإنسان وقال إن الأحياء السكنية في مدينة تعز لا تزال تتعرض للقصف من مناطق واقعة تحت سيطرة الحوثيين وصالح. وقال ولد الشيخ إن أخطر ما في الحرب هو أن نعتاد عليها. وأوضح أن تهديدات الحوثيين الأخيرة باستهداف دول خليجية أخرى بصواريخ باليستية وتصعيد بالغ الخطورة. أكد وزير الخارجية عبد الملك المخلافي إن الشرعية ضد الحرب وضد تجنيد الأطفال ونحن نحاول بكل جهد للتخفيف من معاناة الشعب اليمني جراء تداعيات الحرب الانقلابية الغاشمة. وقال المخلافي إن الزج بالأطفال في الحروب يعتبر نهج حوثي منذ الحروب الستة وليس من الآن فقط. واتهم المخلافي الحوثي بممارسة العنصرية والتسبب في تجويع الشعب اليمني وقال لن نسمح باستمرار الانقلاب كونه سبب الكارثة التي حدثت والكوارث التي ستحدث وهذا ما تؤكد عليه الشرعية الدولية. وقال المخلافي إن تقرير الأمم المتحدة أغفل المراكز القانونية للأطراف وفقا للشرعية الدولية فالصراع الذي يحدث في اليمن هو بين حكومة وانقلابيين. ومن ثم فإن أي إعادة توصيف لاعتبار ما يحدث في اليمن حرب أهلية بين أطراف متساوية المراكز القانونية هو أمر ظالم وغير صحيح ويؤدي إلى إطالة أمد الحرب ومزيد من الضحايا. وأوضح المخلافي أن الشرعية تواجه الانقلاب على أكثر من صعيد فإلى جانب المواجهات الميدانية تعمل الدبلوماسية اليمنية من أجل أن يبقى المجتمع الدولي موحدا حول الموقف في اليمن فيما يأتي العمل على الجانب الإنساني مكملا للجهود الأخرى وهي جهود يتولى مركز الملك سلمان الريادة موضحا أن هذا الدور يفضح كل من يحاول القول أن التحالف العربي هو عمل عسكري فقط بل هو تحالف أخوي استخدم كل الوسائل المشروعة بموجب الدعوة من رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي. وقال إن مركز الملك سلمان يعمل وفقا للمعايير الإنسانية والقانون الدولي مؤكدا أن اليمن ستتعافى قريبا وستبدأ مرحلة جديدة مع مركز الملك سلمان من خلال إعادة الإعمار. أن هذا المركز بمثابة مفخرة في العمل الإنساني على المستوى العالمي فقط ليس على المستوى العربي فقط ولكن على المستوى العالمي وهو أيضا تعبير عن نوعية العلاقات بين الأشقاء في جزيرة العرب اليمن والمملكة العربية السعودية الذين يتشاطرون أرض واحدة وأصول واحدة وثقافة واحدة تاريخ واحد وهم واحد تمثل في ذلك الدعم السخي الذي يقدم عبر مركز الملك سلمان والذي يقدم بحيادية وإنسانية توجه لكل الشعب اليمني. هذا المركز وجه مشاريعه وإغاثاته ودعمه لكل مناطق اليمن من صعدة التي سيطر انطلق منها الحوثيون ويسيطرون عليها إلى أقصى منطقة في اليمن في المهرة وغيرها. إلى ذلك قال المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله الربيعة إن المركز باشر أولى أنشطته في اليمن
حيث تعد المملكة العربية السعودية في مقدمة الدول الداعمة لليمن على مدى عقود. وأشار الربيع إلى أن المملكة قدمت خلال عامين فقط 8 مليارات دولار كمساعدة لليمن، فيما تجاوزت المشاريع التي يقدمها المركز عن 153 مشروعا إنسانيا، حيث حظي الأطفال والمرأة بحصة 80% من حصة المشاريع التي يشرف عليها المركز. واستهجن الربيع اعتماد عدد من المنظمات الدولية على معلومات مغلوطة ومضللة وغير دقيقة فيما يخص التحالف في اليمن، حيث اعتمدت تلك المنظمات على مكاتب تزودهم بالمعلومات من منظمات في صنعاء، مؤكدا أن التحالف العربي لدعم استعادة الشرعية في اليمن حمى 40,000 مركزا من القصف، كما أنشأ وحدة ومكتبا لحماية الأطفال في اليمن، إضافة إلى وحدة للتنسيق المدني العسكري من أجل حماية المدنيين. المركز وخلال عامين كان يعمل بكل حرفية ومهنية في كل مناطق اليمن شمالا وجنوبا، واستطاع أن ينفذ العديد من المشاريع. المملكة العربية السعودية خلال عامين قدمت أكثر من 8 مليار دولار مساعدات لليمن، ولا زال المركز إلى هذه الساعة يقدم المشاريع التي تعدت 153 مشروعا لليمن. معاليكم المركز ركز على مشاريع مهمة جدا تمس شريحة مهمة من الشعب اليمني وهم الأطفال والأمهات. أكثر من 80 مشروع كانت موجهة للأطفال، أكثر من 68 مشروع موجهة للأمهات. استنكر وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح احتجاز الميليشيا الانقلابية لعشر شاحنات محملة بالمساعدات الإغاثية والإنسانية كانت في طريقها إلى محافظة تعز قادمة من ميناء الحديدة. وطالب فتح منسق الشؤون الإنسانية في اليمن وبرنامج الأغذية العالمي التدخل السريع للضغط على الميليشيا للإفراج عن المساعدات المخصصة لعدد من مديريات الساحل الغربي في محافظة تعز. وعبر فتح عن أسفه الشديد لصمت المنظمات الأممية إزاء استمرار تلك الانتهاكات، مؤكدا أن الصمت تجاه هذه الأعمال غير مقبول، خصوصا وأن معظم الأعمال الإغاثية التي تحتجز من قبل الميليشيا تأتي عن طريق المنظمات الأممية. وطالب فتح المجتمع الدولي بإدانة انتهاكات الميليشيا الانقلابية بحق الشعب اليمني وحق المساعدات الإغاثية، موضحا أن كافة تصرفات الميليشيا الانقلابية تندرج ضمن الجرائم والانتهاكات الجسيمة في القوانين والشرائع الدولية والإنسانية. قال وزير حقوق الإنسان محمد عسكر إن أداء الأمم المتحدة يحتاج إلى كثير من التقييم، موضحا أن الكثير من الأموال التي رصدت لإغاثة الشعب اليمني ذهبت إلى غير مستحقيها. وأشار عسكر إلى أن الأمم المتحدة مطالبة بإعادة تقييم أعمال وكالاتها ومنظماتها كافة في اليمن. ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن عسكر قوله إن على الأمم المتحدة مراجعة وكالاتها فيما يتعلق بالتقارير التي تصدرها خصوصا ما يتعلق برصد وتوثيق حالات انتهاكات حقوق الإنسان، إذ تسجل حالات كثيرة من المقاتلين على أنهم من الضحايا المدنيين. كما أن على الدول المانحة مراقبة تلك الأنشطة عن كثب. ودعا عسكر إلى الكف عن التدليل المستمر للميليشيا الحوثي والمخلوع التي تتلاعب بالمساعدات الإنسانية وتمنع فريق منظمة الصحة العالمية من افتتاح غرفة عمليات لمكافحة مرض الكوليرا في صنعاء، وغير ذلك من أعمال نهب المساعدات الإغاثية والإنسانية. قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة راجح بادي إن ما يحدث في اليمن سببه عدم تطبيق القرارات الصادرة من مجلس الأمن والأمم المتحدة. ونقلت الشرق الأوسط عن راجح بادي قوله إن الأمم المتحدة عندما تريد أن تنهي معاناة الشعب اليمني فعليها فضح الطرف المتعنت والمتسبب في فوضى البلاد وتطبيق فوري وعاجل للقرارات الأممية. وأوضح بادي أن معاناة الشعب اليمني بدأت منذ حدوث الانقلاب وفرض الحرب على الشعب اليمني. وطالب بادي موظف الأمم المتحدة بالنزول إلى الميدان وتقصي الحقائق، مؤكدا وجود قصور واضح في التحقيق أو التحقق من الأوضاع الإنسانية الميدانية، خصوصا في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيا الحوثية، ومدللا في السياق على ذلك بعدم
السماح للفرق الأممية بالتواجد في مناطقهم. وأشار بادي إلى أن الأمم المتحدة تتغاضى عن انتهاكات الميليشيا الانقلابية، كما أنها لا تتعامل بحزم مع احتراق اتفاقية السلام التي أبرمتها، منوها بأن التغاضي عن تلك الانتهاكات يشجع ويشرعن وجود ميليشيا تنتهج المنهج ذاته الذي تتبعه الميليشيا الحوثية. قتل أربعة مسلحون حوثيون وجرح اثنان آخران أثناء تجدد المواجهات بين قوات الجيش الوطني وميليشيا الحوثي والمخلوع بمنطقة يعيس شمال شبهة مريس بمحافظة الضالع، استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة. وقال شهود عيان إن الميليشيا الانقلابية المتمركزة بجبل ناصة والعرفاف قصفت وبشكل عنيف بالمدفعية الرشاشة وعربات البي ام بي وقذائف الهاون مواقع الجيش الوطني في يعيس، استشهد على إثره عنصران من قوات الجيش الوطني. في البيضاء قتل مواطن وأصيب شقيقه برصاص قناص حوثي بمديرية القريشية بمحافظة البيضاء. وأكدت مصادر محلية أن المواطن علي عبد الإله عباد الزوبة قتل برصاص قناص حوثي، فيما أصيب شقيقه محمد عبد الإله بجروح خطرة أثناء تواجدهما في مزرعتهما بمنطقة الزوبة. قصفت مقاتلات التحالف العربي خلال 72 الساعة الماضية مواقع بجزيرة كمران، استهدفت عناصر تابعة للميليشيا الحوثية أثناء ما كانوا يقلون قارب صيد كانوا على متنه، فيما قصفت طائرة التحالف بأربع غارات أخرى على مواقع وأهداف في مطار الحديدة العسكري والمدني. وقال سكان محليون في مدينة باجل إن ميليشيا الحوثي والمخلوع أطلقت صاروخا باليستيا من موقع عسكري لها يقع شرق المدينة، حيث سمع دوي إطلاقه، فيما لم يكشف حتى الآن عن المكان الذي استهدفه. ستبقى جرائم ميليشيا الحوثي وعصابات المخلوع شاهدة على المستوى الوحشي الذي وصلوا إليه من خلال الإعدامات والتصفيات الجسدية للنساء والأطفال دون التفريق بين أحد في جرائم مروعة ضد الإنسانية. التقرير التالي يسلط الضوء على حادثة التصفية الجسدية لأسرة التربوي طه حسن فارع بجبل صبر، نتابع. خرجنا وقاهم ميتين قرب أبوهم قتلوا مليون البيت، وعمي جيش بصرموها ليكد يغيرهم مبرق عدم كانوا مكرضين لداخل البيت. أنا مستقل مواخين، أقول الجيش استقبل مواخين. نفيسة طه سعيد وهي تتحدث عن أمها وأخيها الوحيد والذين أعدمتهم الميليشيات إلى منزلهم، ولم تتمالك نفسها عندما تذكرت الموقف الرهيب الذي مرت به وحل بأهلها من قبل الميليشيات. أربعة بنات اقترحوها للرأس حق الوليد، سلم سلم ما بيسمعوا إلا تلفونه، رجم بالتلفون لا صدره، مش اللي تشتموا مني ما اسمعني إلا هذا التلفون. على طول باشروا في طلقة بالرأس وطلقة في العنق. الأم سمعت الطلقات خرجت كأي أم تسمع طلقات وابنها خارج البيت، أخذت الولد بحضنه باشرها بطلقة بالعنق وطلقة بالرأس. عليها أن تهتم بإخوانها أيضا وتحضنهم بدلا عن أمها، وعلى الحكومة أن تكون إلى جوار كل مقهور ومظلوم في هذا الوطن الذي حولته الميليشيات إلى جحيم. وقد حاول نائب رئيس الوزراء بزيارته اليوم لأسرة الأستاذ طه حسن أن يخفف عنهم وأن يشعرهم بأن الكل إلى جوارهم ويدين هذه الجرائم التي لن تذهب، بل سيأتي يوم يحاسب فيه كل قاتل. سيعاقب عبد الملك الحوثي وأدنى به يعني بالجرائم هذه غريمنا عبد الملك الحوثي ومن تعاون معه وهذه القيادات. هؤلاء الناس الذي أجرموا في حق هذه الأسرة هم أداة مجرد أداة، لكن المجرمين الكبار من أعطوهم المجرم ولا المجرم عبد الملك الحوثي، هذا المجرم يجب أن يحاكم ويجب أن يعدم في مكان عام.
أنس الابن الوحيد وأمه يغادرون الحياة ظلما، ويصاب العم أيضا، ويتركون أسرة مكلومة تعاني فقدان ربة البيت وزهرتها بجريمة هزت المنطقة بل ومحافظة تعز كاملة. ولم تكن هذه الجريمة الأولى ولن تكون الأخيرة ما دامت الحرب مستمرة والميليشيات تقصف وتقتل بالمناطق التي لم تحرر بعد. وكانت قناة سهيل استضافت أمس التربوي طه سعيد فارع رب الأسرة التي تم إعدامها من قبل ميليشيا الحوثي عبر الأقمار الصناعية من تعز، حيث روى عبر برنامج مستقبل وطن تفاصيل الجريمة البشعة التي هزت محافظة تعز وكل اليمن. وقال طه فارع إن الميليشيا القلابية أعدمت زوجته وابنه وأصابت شقيقه أمام أطفاله. الولد لم يكن معه إلا تلفونه الشخصي، رمى به في صدر الرجل وقال له ماذا تريد مني، لا أمتلك إلا هذا التلفون، فباشره فورا بطلقة في رأسه وطلقة في عنقه. المرحومة أم الشهيد أنس خرجت كأم كأي أم تسمع أن ابنها يطلق عليه النار بواد الناس لا جيران، الناس في بداية المسكن حقهم، معنا 3-4 جيران لكن عدم لم يسكنوا في بيوتهم. خرجت كأم تريد ابنها، احتضنت الولد، يباشرها على طول أحد الكلاب، أحد المجرمين، أحد الخونة بطلقة في بطنها والأخرى في عنقها، فأرداها قتيل هي الأخرى. قام الوفد الحكومي المتواجد في مدينة تعز بزيارات ميدانية إلى مكتب التربية والتعليم وعدد من المدارس، إضافة إلى مقر شركة النفط بالمحافظة، في إطار جهود تطبيع الأوضاع وتفعيل المؤسسات. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. يوم بعد آخر يتواصل حضور الدولة في محافظة تعز عبر إعادة تفعيل مؤسساتها المختلفة وفي مقدمتها التعليمية، حيث زار نائب رئيس الوزراء عبد العزيز جباري والوفد المرافق له اليوم مكتب التربية وحث العاملين فيه على مزيد من الجهد والعمل على إنجاح العام الدراسي وجعله عاما مميزا يحتذى به. كثير من المدارس فيها هناك بعض الجهات، هذه الجهات قاتلت ودافعت عن هذه المحافظة ودافعت عن أبنائها ودافعت عن منشآتها في فترة معينة من الزمن. في هناك جهات بادروا بالأمس وإن شاء الله طلبوا مهلة لمدة أسبوع، مجمع السعيد سيتم يعني استلامه بعد أسبوع. هناك مدارس ومنشآت أخرى أبدوا استعدادهم للخروج. وأكد جباري خلال زيارته لمدرسة الصديق للبنين على أهمية التحصيل العلمي، داعيا الطلبة إلى بذل قصارى جهدهم في طلب العلم، مؤكدا أن الدفاع عن المدينة يمضي في خطين متوازيين هما القلم والسلاح. نحن اليوم ندشنا العام الدراسي الجديد في هذه المدرسة وفي العديد من المدارس في عاصمة المحافظة تعز. احنا على ثقة ان انتم قاعد تبذلوا جهد كبير جدا، الامال معقودة عليكم، انتم رجال المستقبل. وتفقد الوفد الحكومي برئاسة جباري احدى مدارس البنات التي كانت مغلقة بسبب الحرب، واطلع على كميات الزي المدرسي الذي سيوزع مجانا في المدرسة وتدشين العام الدراسي فيها مجددا. مبروك على بدء العام الدراسي الجديد، نتمنى لكم التوفيق والنجاح. على صعيد ذي صلة بأنشطة الوفد الحكومي في تعز، التقى وكيل وزارة النفط المهندس شوق المخلافي بقيادة شركة النفط بالمحافظة. سنعمل بكل ما نستطيع على إيجاد علاقة شراكة مع هذه المحطات سواء للمشتقات النفطية أو الغاز المنزلي، ولكن من العيب أن تبقى الأسعار على ما هي عليها اليوم. نحن فيما يخص الغاز المنزلي مولنا كافة محافظات الجمهورية وتعاملنا كدولة وليست ميليشيا، بالسعر الرسمي مولنا كافة المحافظات. سنعمل على تدخل مباشر من الشركة اليمنية للغاز، ووجهنا الشركة بذلك، وعلى الشركة
خلال الأيام القليلة القادمة وضع الخطة التنفيذية. إذا لم نصل، نحن نأمل أن نصل إلى اتفاقات مع هذه المحطات. تأكيدات وكيل وزارة النفط من تعز على رفض التلاعب بأسعار الوقود وكذا إعادة تفعيل دور شركة النفط يرى فيه المواطنون بارقة أمل ستخفف عليهم جزءا من معاناتهم اليومية، فهل يتحقق لهم ذلك؟ عقب اجتياح الميليشيا الانقلابية تعز في العام 2015 توقف فرع البنك المركزي عن العمل ليعود اليوم لممارسة دوره بعد أكثر من عامين من التوقف. دلالات عودة البنك المركزي في تعز في سياق التقرير التالي. حين يتحرك المال في قنواته القانونية تدور عجلة التنمية وتتغير ملامح الحياة، وها هي تعز المحافظة الأولى في قائمة الإيرادات المالية للدولة تتنفس اليوم الصعداء فيما يستعيد بنكها المركزي عافيته من بين رماد الحرب وأوجاع المدينة الحالمة. افتتاح البنك المركزي في تعز وعودة مؤسسته المالية للعمل يراه اقتصاديون خطوة مهمة تحتاجها المحافظة الحالمة التي تم اعتمادها مؤخرا محافظة محررة بتوجيه رئيس الجمهورية. وعلى مدى أكثر من عامين عاشتا تعز تحت نيران الميليشيا الانقلابية تعرضت الموارد المالية للدولة في تعز إلى عبث وسطو فاقم من وجودهما إغلاق الميليشيا للبنك بعد نهبه. وتهدف الحكومة الشرعية من إعادة فتح البنك المركزي في تعز وتفعيل مؤسسته المالية إلى استئناف تعز لنشاطها المالي والاقتصادي بكونها دينامو الاقتصاد الوطني ومركزه التنموي الأول إنتاجا وإيرادا، كما سيساهم افتتاح البنك في حل كثير من الأزمات المالية التي تعيشها المحافظة وانتظام صرف الرواتب لموظفي الدولة في المحافظة. وإضافة إلى دور البنك المركزي في تعز في الاستقرار النقدي واعتزام الحكومة إغلاق كافة الحسابات غير القانونية التي تمت لحسابات جهات وأشخاص خارج الحسابات الرسمية للدولة، تمثل عودة مركزي تعز ضربة قاسمة للميليشيا الانقلابية التي تنهب أكثر من مليار دولار من إيرادات المحافظات سنويا. وفي النشرة أيضا، وضع إنساني بائس في منطقة يعيس بسبب حصار الميليشيا. رابطة أمهات المختطفين تدين قتل الانقلابيين لأحد المختطفين. تحولت المنطقة الواقعة بين بيت مدرة وبيت السيد بمحيط تبة التهامي أطراف منطقة يعيس بالضالع إلى مكان يوزع فيه الموت على المارة والمزارعين ورعاة الأغنام والمسافرين، حيث زرعت الميليشيا هناك كميات كبيرة من الألغام الفردية ونصبت مترسا لقنص المارة. نتابع المزيد في تقرير الزميل فوزي المريسي. هذا المبنى الذي يظهر في الصورة الآن هو المكان الذي تتخذه قناصة ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح مقرا لها لاستهداف المارة ورعاة الأغنام وكل كائن حي يمشي على الأرض في هذه المنطقة. هنا قرية يعيس، هذه القرية التي هجر منها كل أهلها قسرا بفعل المواجهات المستمرة في هذه المنطقة. نزح أهالي هذه القرية قبل نحو عام ونصف إلى القرى المجاورة وإلى الكهوف والأودية القريبة من هذه القرية. كما تلاحظون الصورة تحكي عن نفسها، لا يوجد أحد من المواطنين في هذه القرية وأصبحت خاوية على عروشها بفعل التهجير القسري الذي فرضته ميليشيات الانقلاب على أهالي هذه القرية. عمليات القنص مستمرة لكل كائن حي في هذه المنطقة من المواطنين والمارة وحتى سائقي السيارات التي تعبر أحيانا في الطريق العام. فوزي المريسي، قناة سهيل، من منطقة يعيس بمحافظة الضالع. تدافع عدد من المواطنين بينهم مسنين ومرضى على مراكز صرف التحويلات النقدية الخاصة بحالات الضمان الاجتماعي في بعض مناطق محافظة إب،
منذ السبت الماضي، وتفرض ميليشيا الحوثي والمخلوع إجراءات معقدة لصرف مبالغ الضمان الاجتماعي والممول من البنك الدولي، ما شكل معاناة لكبار السن. رصدت وحدة الرصد بالمركز الإعلامي للمقاومة في محافظة إب عشرات الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيا الانقلاب بحق أبناء محافظة إب خلال سبتمبر الفائت. إلى التفاصيل. وثقت وحدة الرصد بالمركز الإعلامي للمقاومة بمحافظة إب 62 انتهاكا ارتكبتها الميليشيا الانقلابية خلال سبتمبر الماضي، وتنوعت بين القتل والاختطاف والنهب والاقتحام وجرائم أخرى، وكانت على النحو التالي: 27 جريمة قتل وإصابة، تنوعت بين 16 قتيلا و11 جريحا، 7 جرائم اختطاف، 6 جرائم اقتحام منازل، 6 حالات اعتداء، حالة واحدة انتحار بسبب ممارسات الميليشيا الانقلابية، 8 جرائم ابتزاز واستغلال مالي، 7 عمليات نهب. شيعت جموع غفيرة من أفراد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية والسلطة المحلية اليوم الأحد بمأرب جثمان العميد عبد الحافظ أبو النور قائد جبهة هيلان إلى مقبرة الشهداء بعد الصلاة عليه في جامع الرضوان. ويعد العميد أبو النور أحد أبرز القيادات الشابة من أبناء محافظة الحديدة جبل راس، وكان له دور فاعل في تحرير منطقة صرواح وجبال هيلان قبل أن يستشهد وهو يقود معركة تحرير تباب الخنادق بمأرب. إنه كان قائدا شجاعا وكان دائما مثابرا في هذه الجبهة، وكان قائدا بمعنى الكلمة، وكان يتمنى الشهادة دائما وأبدا، وكان أنا على صلة به. قبل استشهاده كان عدة رسائل وهو يتمنى أن يلحق بالقائد عبد الرب الشدادي إما النصر أو الشهادة، وكان آخر رسالة له يقول إما النصر أو الشهادة، ونحن نريد أن نحيي إحياء شهادة الفقيد الراحل عبد الرب الشدادي. وكان هذا الرجل حافظا لكتاب الله سبحانه وتعالى، من وكان دائما مثابرا ويتمنى الشهادة. إنه نعرفه والله ونحتسبه والله حسيبه، هذا القائد الفذ الذي كان دائما وأبدا قائدا مع جنوده، كان متواضعا وكان دائما في الجبهة لا يفارقها أبدا. وكلنا يعني مشروع شهادة. رحم الله الشهيد أبو النور، كان قائد شجاع، كان مقدام للجيش الوطني، وكان يتقدم الصفوف دائما، وكان هدفه الكبير النصر أو الشهادة، والحمد لله استشهد ونحن على خطاه قادمون وسائرون على ما مشي عليه. رحم الله الشهيد الشجاع أبو النور، كان رجل شجاع وقاد معارك فيها إلى معارك شرسة، وكان يتمنى الشهادة، كان يتمنى أن يلحق بالشهيد يلتحق بالشهيد عبد الرب الشدادي ونال أمنياته. استمر الشهيد عبد الحافظ أبو بكر النور في نضاله وجهاده واستبساله من ذو بداية الحرب حتى استشهاده، كان رفيق درب الشدادي ورفيق درب العديد من القادة، كان العديد من الأبطال يعرفوه ببسادته واستشهاده. أدانت رابطة أمهات المختطفين جريمة قتل الميليشيا الانقلابية للمختطف محمد غالب العدوفي تحت التعذيب داخل سجونها في محافظة الحديدة. وقالت الرابطة في بيان صحفي إن المختطف العدوفي قتل على يد الميليشيا بعد اختطافه ليلة زفافه من فندق بمدينة الجراح بمحافظة الحديدة قبل أكثر من شهرين. وأضاف البيان إن عائلة العدوفي تسلمت جثته أمس الأول بعد وفاته بالسجن جراء تعرضه للتعذيب الوحشي من قبل الميليشيا الانقلابية. ويقبع الآلاف من المختطفين داخل سجون الميليشيا في المحافظة الخاضعة لاحتلال الانقلابيين ويتعرضون لأبشع صنوف التعذيب. ناشد طلاب يمنيون مبتعثون للدراسة في الهند ضمن بعثة تبادل ثقافي الرئيس عبد الرب منصور هادي ووزير التعليم العالي للالتفاف السريع لمعاناتهم واعتماد صرف المساعدة المالية للعام الجاري 2017. وقال الطلاب في بيانهم بأنهم يأملون سرعة اعتماد المساعدة المالية أسوة
بزملائهم المفادين إلى الهند سابقا عن طريق برنامج التبادل الثقافي، وكذلك طلاب التبادل الثقافي الدارسين حاليا في البلدان الأخرى تونس ومصر وغيرها. برعاية محافظ محافظة حضرموت ووكيلها لشؤون مديرية الوادي والصحراء، افتتح مدير عام مديرية العبر الشيخ سالم بن مبارك بن ملهي الصيعري مبنى جديد لثانوية العبر مجهزا بكافة الوسائل التعليمية مع ألواح شمسية لضمان استمرار تشغيل الكهرباء بالثانوية. وأطاف المدير العام بن ملهي والوفد المرافق له بالمبنى والقاعة الدراسية الجديدة المكونة من سبع قاعات دراسية للأقسام الأدبية مجهزة بأحدث الوسائل التعليمية لإحداث نهضة تعليمية ومجتمعية في المديرية. وفي الافتتاح هنأ بن ملهي أبناء العبر بمناسبة افتتاح مبنى الثانوية الجديد، وحث المعلمين والمعلمات على بذل مزيد من الجهود لتطوير العملية التعليمية في المديرية وغرس رسالة السلام والحب بين الطلاب ونبذ كل الخلافات حتى يصبح الجيل متسلحا بالعلم والسلام والمعرفة. دشنت وزارة الزراعة والري اليوم الثلاثاء في العاصمة المؤقتة عدن حملة توزيع أسمدة متوازنة لمزارعي محصول الطماطم والممول من الاتحاد الأوروبي، والذي تنفذه منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو تحت إشراف حكومي. وفي التدشين أكد وكيل وزارة الزراعة لقطاع الخدمات المهندس أمين عبد الله باقادر، أكد أن الحملة تأتي ضمن مشروع تعزيز القدرة على الصمود في الريف اليمنية، حيث سيتم توزيع 800 كيس من الأسمدة على 400 مزارع مستهدفون من بين 4 مديريات لمحافظتي أبين ولحج. ونبقى الآن مع متفرقات النشرة. بحث وزير الزراعة والري المهندس أحمد الميسري مع مدير محطة الأبحاث الزراعية الدكتور محمد الخاشعة الأوضاع التي آلت إليها المحطة من تدهور جراء نهب الأراضي الزراعية التابعة لها، مؤكدا استعداد الوزارة لتوفير الإمكانات اللازمة لإعادة تشغيل المحطة. أكد محافظ حضرموت إن الملف الأمني سيحظى بحيز واسع لتعزيز الحالة الأمنية واستقرارها وفق الإمكانيات المتوفرة. وخلال ترأسه المكتب التنفيذي بالوادي والصحراء شدد البحسني على تعاون المجتمع مع الأجهزة الأمنية في الإبلاغ عن أي حالة اشتباه وعدم التستر على الخارجين عن القانون، داعيا إلى الحفاظ على مقومات الدولة. ذلك اطلع محافظ حضرموت اليوم على برامج ونشاطات مؤسسة حضرموت للتنمية البشرية والنجاحات التي حققتها خلال الفترة الماضية، ومنها ابتعاث مئات الطلاب للدراسة في الخارج، مشيدا بدورها في إعادة الإنسان علميا وفكريا، داعيا المؤسسات الأخرى للاستفادة من تجربة المؤسسة للنهوض بالمحافظة. في حضرموت أيضا مولت منظمة اليونيسف برنامجا توعويا للحد من مخاطر الألغام والقذائف غير المتفجرة ومخلفات الحروب، مستهدفة المدارس الأساسية والثانوية كخطوة أولى في التوعية. دشنت جمعية النجاة الخيرية المشروع الإغاثي الصحي لعلاج 1000 مريض بمديريات المخا والصلو والمسراخ بريف تعز، إضافة إلى 2000 مريض بمحافظة لحج وريمة بتكلفة تقدر ب30 مليون ريال يمني مقدمة من دولة الكويت الشقيقة. افتتح مكتب التربية والتعليم في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع صباح اليوم الثلاثاء مدرسة خاصة للطلاب من فئة المهمشين ببنيت على نفقة فاعل خير من أبناء المديرية. هذا وقام مدير عام المديرية ومدير مكتب التربية في المديرية بافتتاح مدرسة الفقيد أكرم الصيادي بحضور ممثل منظمة اليونيسف وعدد من أولياء الأمور. ويعد الطلاب المهمشون الأكثر حرمانا من التعليم وتسربا من المدرسة لأسباب مختلفة، منها عدم قدرة أولياء الأمور على تحمل أعباء وتكاليف المدرسة. شهدت مدينة حريب جنوب محافظة مأرب عرضا كرنفاليا شبابيا بمناسبة أعياد الثورة اليمنية، واحتفاءا
باليوبيل الذهبي للنادي والذي تأسس عام 1967. الاحتفال نظمه نادي الوطن الرياضي برعاية محافظ المحافظة اللواء سلطان العرادة وبحضور وكيل المحافظة عبدالله الباكري ووكيل وزارة الداخلية اللواء محمد بن سالم بن عبود الشريف ووكيل وزارة الإدارة المحلية عبدالله القبيسي وقائد اللواء 26 اللواء مفرح بحيبح. وأكد رئيس نادي الوطن الشيخ محمد العمري إن الاحتفال باليوبيل الذهبي يعكس الصورة الحية لحيوية الشباب وارتباطهم بثوراتهم المجيدة التي تأبى إلا أن تكون حاضرة في كل اهتماماتهم. وأشار رئيس النادي إلى أهمية دعم قطاع الشباب والجانب الرياضي لما له من انعكاس إيجابي على المجتمع. الفعالية اختتمت بتكريم الحائزين على المراكز الأولى والمبرزين. تعادل اليوم منتخبنا الوطني لكرة القدم مع نظيره الفلبيني في تصفية نهائيات كأس أمم آسيا، حيث سجل المنتخب الوطني أول أهداف المباراة أمام المنتخب الفلبيني في الدقيقة 64، في حين أحرز المنتخب الفلبيني هدف التعادل في الدقيقة 89 قبل نهاية المباراة. وبهذا التعادل احتفظ المنتخب الوطني بست نقاط، ما يؤهله لمواجهة المنتخب الطاجيكستاني والتأهل إلى نهائيات كأس أمم آسيا. بهذا التعادل لمنتخبنا الوطني نكون قد وصلنا إلى نهاية النشرة وعودة إلى عناوينها. رئيس الجمهورية يبحث مع السفير الأمريكي مستجدات الأوضاع في اليمن وآفاق السلام. الربيعة 8 مليار دولار قدمتها السعودية للمتضررين من الحرب في اليمن وحمت 40,000 مركزا من القصف. الوفد الحكومي يواصل جهود تطبيع الأوضاع في تعز وتفعيل مؤسسات الدولة. للمزيد يمكنكم متابعة موقعنا على الانترنت سهيل.net وعلى صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتويتر واليوتيوب والتليجرام. في أمان الله.